دائما معكم إخوان أخوات من مدينة تروريفيير بكندا ليومه الجمعة 20 يناير 2023. هذا نوع ثاني من السيارات الثلجية. هذه السيارات ماشي بالكهرباء، ليست كهربائية. داكشي علاش كتسمعوا فيها الصوت تدير الصداع بزاف. وانطلق السباق. أتمنى أنكم تكونوا تستمتعوا معي في هذه اللحظات بهذا السباق للسيارات الثلجية المقام بمدينة تروريفيير، وهو ما نقول لكم بالمجان على قناتي وليس على أي قناة أخرى بالعربية الناطقة بالعربية. كما قلت لكم اليوم راه الاقصائيات، وغدا ان شاء الله غتكون الفينال. يلاه نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذه اللحظات هذه الشيقه، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله ان شاء الله.